لاباس والله كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. كيف ما شفتوا في هذا الفيديو، ان شاء الله بغيت نشارك معكم على طريقه جديده ديال زيف حياتي. كيف ما كتشوفوا بالعقيق، كتجيب هذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، يعني شكل جديد وزوين، يعني كنتمنى يعجبكم. كما كتشوفوا هانتوما هنا، ودرت لي هاد الحرير هنايا رقيق، هاكا درت فيه ثلاثة ديال الخطوطة باش ما يجيش عاوتاني شارجي بزاف. وهادو لي كيفما كتشوفوا، هادو كنتمنى يعجبكم. غادي نحتاج لهاد التوب كيفما كتشوفوا ديال الحمام او زيف حياتي. انا هاكا نبلته بهاد بهاكا باش نخدم عليه بالكروشي. وغادي نحتاج لهاد العقيق هذا، هاد اللون وهاد اللون. الاختيار كيبقى على حساب كل واحد كيف ما كتشوفوا. وغادي نحتاج هاد الخيط هذا على خمسة ديال الشعرات، تقدروا ديروه نتوما على أربعة الشعرات، ما كاينش مشكل. خليكم مع الطريقه. وبالنسبه للكروشيه راه كنخدم بالنمره رقم 12، خليكم مع الطريقة. كيف ما شفتوا، انا جبت الكروشي والخيط هكا، غندير واحد العقدة كيف ما كتشوفوا، عقدة هكا صغيرة. وغنجيب الزيف ديالي كيف ما كتشوفوا، غنبدا من هنا من هاد البلاصة هادي، وغنجي لهنا هاكا، عفوا، غادي نخرج الخيط وغندير هاد العقدة هاكا. من بعد غندير سنسيلة، غندير سنسيلة هاكا، وغنجي لهنا حداها وندير غرزة منزل، غرزة حشو او نصف عمود، عاوتاني سنسيلة ونجي لهنا نصف عمود، غرزة حشو، عفوا سنسيلة. نبقى غادي بنفس الطريقة كيف ما كتشوفوا هاكا، سنسيلة، غرزة حشو او منزلقة على حساب كل واحد وكيفاش كيقول ليها. كذلك سنسيلة ونجيو هنا ونديرو غرزة حشو. يعني حاولوا ما تزيروش الخدمة، وما تكونش الخدمة، يعني ما تكونش الخدمة مزيرة بزاف وما تكونش مطلوقة بزاف كيف ما كتشوفوا. غندير عاوتاني سنسيلة وغنجي لهنا وغندير هاد الغرزة هادي، كذلك سنسيلة غرزة. نبقى غادي بنفس الطريقة كيف ما كتشوفوا، نبقى غادي بنفس الطريقة حتى نكمل هاد الزيف ديالي كامل. هاكا سنسيلة، كذلك هنا هاد الغرزة سنسيلة. المهم بقى غادي بنفس الطريقة نكمل هاد الزيف ديالي. هانتوما شوفو كي كتجي الخدمة، ما تخافوش من هاد ملي هاكا يطرى لكم الزيف هاكا، ما تخافوش منه عادي. المهم انا غادي نكمل الزيف ديالي كامل ونرجع معكم ان شاء الله. كيف ما شفتوا، من بعد ما كملت هذا الحبيك ديالي، ها نتوما كيجي بحال هكا، هذا الظهر ديالو وهذا الوجه ديالو كيف ما شفتوا. وهنا في هذا الخيط انا درت هذا اللون ديال هاد الدوغي والكري،
كيف ما كتشوفوا. وصلت هنا في الاخر، غادي نسد هاد الخدمه ديالي، غادي نسدها كيف ما كتشوفوا. غنجي لهاد البلاصه هادي وغادي نسد بغرزه حشو كيف ما كتشوفوا، وغادي ندير سلسله هكا، ومن بعد غادي نجر هكا الخيط شويه، وغنجيب هذا الخيط هكا وغنعاود نخرج الخيط من هنا، عفوا غنعاود نخرج الخيط من هنا ونشد الكروشيه نخشيه في هذه البلاصه هذه، ونعاود نخرج الخيط كيف ما كتشوفوا، وندير سلسله كيف ما كتشوفوا. وغنجيب العقيق اللي عندي، انا غنخدم بجوج ديال اللوينات، غنخدم بهذا اللون وبهذا اللون الغوز، وغنخدم بهذا اللون هذا كيف ما كتشوفوا مع هذا، فهمتوا؟ تيجي زوين هذا اللوين هذا. غناخد ثلاثة ديال العقيقات، واحد جوج، واحد جوج، هانتوما كيف ما كتشوفوا، واحد جوج، غنجبد الخيط بحال هكا وغادي نخرجهم من هاد العقيقات. هي عندي جوج عقيقات، وغادي نزيد الثالثة كيف ما كتشوفوا، غادي نزيد العقيقة الثالثة هكا، وغنعاود نشد الخيط كيف ما كتشوفوا، وغندير هاد السلسله هكا، وغنجي لهاد البلاصه هادي كيف ما كتشوفوا هنا، غنخشي الكروشيه هنا وغنخرج الخيط كيف ما كتشوفوا، وندير سلسله وغنخرج الخيط شويه وندير هاد الغرزه هادي، ونعاود نخرج الخيط من هاد البلاصه هادي، وكتكون عندي هاد الزواقه هادي. غنجي لهنا غنقز هاد السنيسله الاولى، الثانيه، غنجي السنيسله الثالثه، وغادي ندير منزلقه، وغنجر الخيط هكا شويه وندورو على الكروشي، ونعاود نخرجو من هاد البلاصه هادي، ونجي لهاد البلاصه هنا هكا، ونخرج الخيط وندير سلسله هكا، ونجيب عاوتاني ثلاثة ديال العقيقات، واحد، جوج كيف ما كتشوفوا هكا، وغادي نخرجو من الخيط من هنا. هما عندي جوج عقيقات، وغنزيد العقيقة الثالثة عفوا، كيف ما شفتوا. غنشد عاوتاني الخيط، غنخرجو من هاد البلاصه هادي كيف ما كتشوفوا، وغنجي لهنا لهاد البلاصه هادي هادي، غنخرج منها الخيط عفوا، غنخرج منها الخيط وندير سلسله،
وغادي ندير السلسله كيف ما كتشوفوا، ونجر عاوتاني شويه ديال الخيط هكا، وندير هاد الغرزه هادي، ونعاود نجي لهاد الفراغ هذا هنا وندير نخرج منه الخيط وندير سلسله كيف ما كتشوفوا، ونجي لهنا نقص نسله الاولى الثانيه، وغنجي السنيسله الثالثه، وغادي ندير غرزه حشو كيف ما كتشوفوا، ونجر الخيط شويه هكا، وهاد البلاصه هادي غنخرج منها الخيط كيف ما شفتوا، وغنجي لهاد البلاصه هادي غادي ندير سلسله، ونجر الخيط وناخذ ثلاثه ديال العقاقات، واحد جوج انتوما، غنخرجوا الخيط من هاد العقاقات ها جوج، نزيدو الثالثه نزيدو الثالثه عقيقه الثالثه كيف ما شفتوا، غنجي لهنا غادي نخرج الخيط من هاد البلاصه هادي هانتوما هاكا، وغنجيب الكروشي ديالي غنجي لهاد البلاصه هادي هانتوما، غنجي لهاد البلاصه هادي هاكا، ونخرج منها الخيط وندير هنا سلسله هانتوما كيف ما كتشوفوا، ونجر عاوتاني شويه ديال الخيط فحال هكا بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا، ونبقى غاديه كذلك. هنا نقز السنيسله الاولى الثانيه، ونجي لهنا لهاد السنيسله الثالثه كيف ما كتشوفوا، وندير غرزه حشو هانتوما كيف ما شفتوا، كيجوني بهاد الطريقه هادي. المهم انا غادي نكمل، غنكمل هاد الزيف اللي عندي غنكمله كامل، ونرجع معكم ونوريكم النتيجه النهائيه. من بعد ما كملتو البنات هانتوما شوفوا كيفاش كيجي، تيجي زوين الصراحه هانتوما، دخلت فيها جوج ديال اللوينات تيجيو زوينين صراحة، جا يعني شكل زوين. وبالنسبة لهاد هاد الخيط هذا اللي كففت به هنايا غادي نحيدو كيف ما كتشوفوا غير فحال هاكا. المهم انا غادي نحيدو ونرجع معكم، المهم نحيد هاد الخيط هذا ونرجع معكم. كيف ما شفتوا من بعد ما حيد داك الخيط هانتوما شوفوا الخدمه كي كتجي، يعني كتجي مقاده، وحتى اللون هانتوما شوفوا يعني حتى اللون كيجي زوين، يعني هاد اللون الصراحه جي زوين، يعني كنتمنى يعجبكم هانتوما، كنتمنى يعجبكم. هذا درت فيها جوج ديال اللوينات، وهذا اللي وريتكم قبل درت فيه لون واحد، درت فيه لون هاد العقيقات في البيض كيف ما كتشوفوا، يعني كنتمنى يعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسلام عليكم في فيديو جديد إن شاء الله.